إسرائيل تنوي الدخول إلى رفح وأيضا معبر فيلادلفيا، لكن مصر ترفض ذلك. أولا ما الخشية المصرية من حدوث ذلك؟ وإذا ما فعلا دخلت إسرائيل كيف سيكون موقف القاهرة؟ ما الرد المتوقع؟ طبعا احنا مصر حذرت اكثر من مرة على احتلال محور فيلادلفيا، لان هو محور محدود جدا، مساحته لا تزيد عن من 20 متر ل 100 متر في الفاصل داخل قطاع غزة، عشان الناس تبقى فاهمة الجزء ده داخل قطاع غزة. وهذه المنطقة حاليا مكدسة بعدد كبير جدا من الفلسطينيين اللي نزحوا سواء من شمال أو وسط غزة وخان يونس في اتجاه رفح. يعني نعم. عدد السكان الموجودين حاليا في رفح بيبلغ أكثر من 1.2 مليون، حوالي 4 أضعاف اللي ممكن تستوعبه هذه المنطقة من الأرض. إنما الجزء ده في حالة إسرائيل لو دخلت في هذا المكان هيبقى المشكلة حاجتين. المشكلة أساسا هيبقى في اختراق لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل اللي بقى لها حاليا أكثر من 44 سنة، وده بيؤدي إلى زيادة في التصعيد العسكري والتهديد بين الجانبين. في نفس الوقت ده هيؤدي إلى تهجير قصري للفلسطينيين في اتجاه الحدود المصرية واتجاه سيناء. في نفس الوقت الجزء الخطير جدا في هذا الموضوع هتحصل مأساة إنسانية في منطقة سواء في قطاع غزة نتيجة الخسائر البشرية والخسائر في البنية التحتية اللي هتحصل في سكان غزة اللي موجودين في هذه البقعة. نعم. أو هذه المساحة الضيقة من الأرض على بهذه الكثافة الكبيرة من السكان. إنما لو جانب الإسرائيلي كان جاد وهو جاد في هذه العملية ويعمل عملية إعادة السكان الوسط والشمال يرجعهم إلى أماكنهم في وسط وشمال، إذا لم ترجعهم إلى أماكنهم يا حضرة اللواء، ما الموقف المصري؟ هل نتوقع أي تدخل ما من جانب مصر؟ طبعا مصر هتصعد في هذا الموضوع، وده قرار مصر هيتخذ، لان ده قرار ممكن يمس الامن القومي المصري، ومصر دولة قوية وجيشها قوي قادر على صد اي اعتداء ممكن يهدد الامن القومي المصري، وده حذر منه السيد رئيس الجمهورية بأن ده يعتبر خط أحمر وده تهديد الأمن القومي المصري. ومصر عندها الكثير من الإجراءات للرد على هذا التهديد اللي بتلوح به إسرائيل.